اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. اولا بنهنئ كل الامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل كل الامه الاسلاميه ومصر بخير وسلام الى يوم الدين. النهارده هتاكلنا ايه يا شيف؟ النهارده عايزين نعمل شويه مقبلات بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن حريصين كل الحرص لما نعمل وجبه او المنيو بتاعنا بيناسب الصغير والكبير، كل افراد الاسره يعني. النهارده معايا بطاطس عايز اعملها بالزبادي والثوم سلطه. بطاطس بتتسلق بطريقه جيده ونشوف ازاي هنعملها بالزبادي والثوم. معانا جبنه النهارده هنقليها، جبنه مقليه الاطفال بيحبوها، نشوف ازاي ممكن نقليها في الزيت ونضمن ان هي ما تسحش في قلب الزيت وفي نفس الوقت التوبنج بتاعها او الخلطه هتبقى ماسكه فيها. معانا بنجر النهارده هنعمله بطريقه جديده، هنعمله مع الطحينه. طحينه يعني اوميجا 3 يعني منتجات السمسم، والبرجر مفيد جدا لكمان للناس اللي بتعاني من المشاكل، النقص في الحديد، نقص في عندها انيميا، الاطفال اللي مش بياكلوا البرجر بيحبوه الاطفال، فخلونا ان احنا ندعمه بالطحينه ويبقى سلطه فيها كل القيمه الغذائيه العاليه. معانا فاصوليا خضراء النهارده جميله من خير ارضنا، تعالوا نشوف نعملها النهارده سلطه ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. الفاصوليا دي لما تتسلق صح وتتعمل تتبيله كويسه ونحطها في الثلاجه ناكل منها على مدار الاسبوع. نيجي للسبانخ ومصدر غني جدا للحديد، هنعمله سلطه النهارده بدبس الرمان، وكلنا عارفين الرمان او دبس الرمان من منتجات الرمان، والرمان مفيد جدا بينقي الدم وله قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال وللكبار. يعني المقبلات بتاعتي متنوعه، فيها النشويات، فيها البروتين، فيها الكربوهيدرات، فيها الخضروات المفيدة للقولون وبتعالج مشاكل الإمساك. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إزاي نعمل شوية مقبلات، ولكن البروتين مش هبرة لحمة وبس أو يكون عندي فرخة سليمة أو ديك رومي أو بطة، لا، البروتين موجود في كل حاجة. يعني عندنا الجبنة اللي هنقليها النهاردة ده مصدر للبروتين، عندنا البطاطس مع الزبادي فيها بروتين وفيها نشويات وكربوهيدرات، عندنا سلطة الفاصوليا الخضراء لما يعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض يعني مفيدة جدا لكل المشاكل اللي بتعاني منها سواء الإمساك أو مشاكل القولون. هنبدأ بنوع سلطة تاني لطيف وبسيط، سلطة البطاطس بالزبادي والثوم، هنعملها ازاي مع بعض؟ طيب، في بعض ما يحبش ان البطاطس يتحط عليها ثوم ني، بتعمل مشاكل مع القولون وبتعمل انتفاخات، فتعالوا نعالج المشكلة دي مع بعض. هنسوي الثوم على النار بزيت زيتون لسلطة البطاطس، ومش هنستنى عليه لما يحمر، لا، أنا الفكرة كلها إن أنا عايز أعمل تتبيلة حلوة كده. هنشوفها مع بعض علشان نتبل البطاطس. حلقة النهاردة لطيفة وبسيطة. نوع من انواع المقبلات اللي تقدري تعمليها في البيت. الزيت على النار، بناخد شويه ثوم كده طازه، حلو، وما استناش على الثوم ده لما يتحمر عشان لونه ما يتغيرش، عشان ده هينضاف لزبادي. طب الزبادي هيخش النار يا شيف؟ لا خالص. وعندي شويه كزبره خضراء على التومه مفروم ناعم كده، بحط على الكزبره الخضراء دي يا عم الشيف شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل والبابريكا، تتبيله حلوه يعني اهو لسلطه البطاطس. طب ده ينفع يا شيف مع بطاطس مسلوقه؟ جربيها وقولي لي رايك فيها. تقدري بقى تقدمي مع المقبلات اللي بعملها النهارده دي عيش مقربش اللي هو العيش المحمص بتاع الفته، عندك توست تحمصيه وتقدميه معاها. الحاجات دي مطلوبة لأن طالما بنعمل مقبلات يبقى لازم تكون فيه مقرمشات. التتبيلة دي اهي زي الفل، تومة، كزبرة خضراء، ملح وفلفل وكمون، بابريكا. هاخد التتبيلة دي يا عم الشيف واسقطها على فين؟ حد يقول لي بقى، على البطاطس ولا الزبادي؟ لا على الزبادي. عمرو عايز السمك. حلو اهو، التتبيله دي حلوه زي الفل، عندي زبادي اهوت، الكميه دي حلوه قوي، باخد الخلطه دي كلها اهي وانزل بيها على الزبادي. لازم تغيري من مطبخك، لازم تغيري من ثقافه الطهي بتاعتك. مش كل يوم فراخ ولحمه وسمك، مش كل يوم هبر، مش كل يوم كبسه. يوم لطيف زي النهارده كده، شوفوا الصوره على الشاشه عامله ازاي، هي بترسم نفسها لوحدها. الخلطه دي زي الفل، تمام، اقلبها
اصبح ان الزبادي هنا يا عم الشيف له طعم تاني دلوقتي، اعتقد ملح بهارات. هاخد الخلطه دي يا عم الشيف واسقطها على على البطاطس. بطاطس يعني نشويات، يعني كربوهيدرات. النشويات اللي موجوده في البطاطس مش موجوده، القيمه الغذائيه بتاعتها مش موجوده في اي نوع تاني من النشويات، لا الرز ولا الحبوب ولا ذره ولا اي حاجه خالص، لانها بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. هاخد ده كده واسقطه على البطاطس. جربي بقى نوع البطاطس ده وقولي رايك فيه. نيجي لموضوع التقديم. انت لو قدمتها لي كده على السفره نفسي تقفل منها مش هاكلها. ايه العك ده يا شيف؟ ايه ده؟ ده انا عايز ده، فلازم اقدمها بشكل حلو، ارسم لوحه فنيه. دايما طبق السلطه بعتبره لوحه فنيه، ست البيت الام العروسه الاخت بتحط خبرتها الطهويه وهي بتقدم الطبق. تعالوا مع بعض. الطبق السلطه ده عايز برضو ان احنا واحنا بنغرفه كده نحط في الاعتبار ان في اطفال على السفره فلازم ياكلوا منه. السلطه دي كل ما تبرد في الثلاجه كل ما تحلو. انت ممكن تبدعي في الموضوع وتجودي، جهات بيض اسلقيه وحطيه عليها. الزبادي خد التوابل والفليفر والطعم. حلو. مش كل يوم بطاطس مقليه، مش كل يوم صينيه بطاطس بالفراخ، مش كل يوم بطاطس مشويه. بطاطس اتسلقت، سلقناها بالقشره، سبناها لما تبرد وشلنا القشره عشان نحافظ على النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده فيها. قطعناها مكعبات وبعدين حطيناها على جنب كده وعملنا الخلطه اللي شفناها مع بعض على النار الاول. ثوم، كزبره خضراء، شويه بهارات حلوين، زي الفل. طبق سلطه طلع في اقل من دقائق. عندنا عود نعناع حلو كده لطيف يتوج الصوره الحلوه دي كده. تسلم ايدك يا عم الشيف. ايه رايك في المركب دي؟ حلو، حلو قوي. الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. سلطه البطاطس بالزبادي، وعملنا مع بعض البنجر بالطحينه، وعملنا مع بعض جبنه ماليه، وعملنا عيش مقرمش، مقرمشات حلوه مع السلطه. انا قلت لحضراتكم في البدايه لما اجي اعمل سلطه بحتاج ان انا اعمل نوع من انواع المقرمشات. هي المقرمشات اللي ممكن تقدمها لنا يا شيف؟ انا هعمل شويه عيش معايا كده، هعملهم مقرمشات. العيش الشامي بتاعنا ده كده اهو، بجيبه كده بلفها رولز كده، رغيفين عيش مع بعض يعني، واقطعهم كده زي المكرونه الاسباجيتي بسكينه حاميه. انت ممكن تلف رغيف واحد مفيش مشكله عشان تبقى حنين على ايدك كده وتقطعها بسهوله. شفت التقطيعه دي مطلوبه. هاخد العيش ده يا عم الشيف اتبله بشويه بهارات حلوه، عندي زيت بيسخن على النار، احمر العيش ده مع بعضه كده، هتبقى حاجه لطيفه على السفره للاطفال، حاجه تجذبهم علشان يقعدوا على السفره، هما بيحبوا الحاجات ديت على فكره، وخاصه لما يكون عليها فليفر حلو. دلوقتي هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اتقطع العيش كله اهوت، هو مش اتقطع معاك كده على فكره غير لما تلفيه رولز زي ما انا عملته دلوقتي. ناخد العيش كده اهو، حاجه جديده اهو. هناخد العيش ده نحطه هنا ونحط عليه شويه بهارات حلوين مع بعض. ايه هي البهارات يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ سنه بابريكا حلوه مع شويه زعتر حلوين، طعم العيش ده هيتغير اهو. ادي البابريكا وشويه كركم حلوين كده، اطعمه يعني من الاخر. الحاجات دي المقرمشات دي ممكن تلاقيها في كيس كده في اي سوبر ماركت بالشيء الفلاني وسعرها غالي جدا. حلو قوي. وعندي الزيت بيسخن كده، اخباره ايه؟ زي الفل تمام. شوف التركيه دي بقى، سنه شبت صغيره. ايه يا شيف الابداع ده؟ اهو ده، ده عيش. جربيه. شفت الجو ده كده؟ اقوم اعمل ايه يا شيف تاني بقى؟ دي سلطات، عندي عصره ليمون دلعها علشان التتبيله تمسك فيها. واقلب العيش كده واخده على الزيت تحمير على طول. يلا جربي الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. حاضر، عينيا الاثنين. شفت العيش ده كده؟ زيت شديد الحراره، لازم يكون زيت قوي جدا وما تفرقهوش، خلي بالك. ننزل بيه في قلب الزيت بالشكل ده كده.
يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده يتقدم مع المقبلات اللي انا بعملها دلوقتي. يسيبه يتحمر كده وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. معانا نوع من انواع البنجر هنعمله مقبلات، معانا جبنه هنقليها مع بعض ونشوف اسرار قلي الجبن، سواء موزاريلا سواء شيدر سواء عكاوي، من غير ما تفك مننا. معانا سبانخ بدبس الرمان عشان الناس اللي عندها مشاكل في نقص الحديد والانيميا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض العيش خطف نظري بجد والله. ده عيش ولا مكرونه نجدتيلي؟ ايه ده؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. حطوه مع شويه البطاطس مع سلطه البنجر اللي عاملها دلوقتي. حلوه مع الجبنه المقليه. حلوه تمام زي الفل. ما اقولكيش حمار بطاطس، هي دي حلوه قوي على فكره. هنخليه كده نقدمه مع بعض ونخليه هنا كده جيدا. مطبخنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، متنوع يعني رؤيه يعني فن يعني ابداع. كل يوم من مس بيرو.